تحفظات. نحن رح نعتبر الحفاظ هو أولوية الأولويات. أنا بعدني جاي من الصين. لليوم الشعب الصيني ما بيستعمل حفاظات. الأمبراطورية الصينية، الأمبراطورية الصينية الاقتصادية لليوم ما بتستعمل حفاظات. شو البديل؟ بيستعملوا اللي كنا نستعمله نحن بالماضي، فوط وتتغسل وبتتنظف. بدك نرجع للفوطة؟ رح بمضيلك عبياض. حضر أول شرطوطة لجنرالك بحفاظ، خليهن كل فوطة بلون تيليق بفكرك وبعون. فوطة هوني وفوطة هون تنحفت كل التيار ودجاج العون البياض. لك انتو مش جيل التغيير يا مجموعات الحمير، انتو حفاظات التعتير. من بسيلك لهبيلك يا سليلة ريس بحفاظ، يا سليلة ريس بحفاظ.